وتحفيزا للجهات الحكومية لمزيد من البذل والعطاء، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتكريم الجهات الفائزة بجوائز الملتقى الحكومي، وهي جائزة جودة التعليم وجائزة التميز في التواصل مع العملاء وجائزة أفضل الممارسات الحكومية. وتعد هذه الجوائز بمثابة شهادة تتويج لعمل الجهات الفائزة.